مسيرة طويلة مع القصة ومع التأليف ومع موافقة الأزهر ومع موافقة الرابط العالم الإسلامي والمجلس الشيعي الأعلى. قالوا لي خذ موافقة رابط العالم الإسلامي في السعودية. قلنا طبعا سهل، أخذنا الأزهر ورحنا جلسنا. أول ما جلست حطيت السيناريو، رمالي إياه هيك، قال لي بدي أعرف عن الإسلام يرى القرآن. قلت له بس يعني أحيانا الأطفال أجانب ما بعرف يقروا، الصورة بتساعد. أنا قلت الصورة نط واحد منهم، قال الصورة حرام. الصورة حرام، وأنا في أمريكا علموني في جامعة كاليفورنيا اللي اخترع نظرية التصوير حسن بن الهيثم الأندلسي. بعدين واحد بيقول لي بدك تستعمل الموسيقى، قلت له طبعا. قال لي البيت تدخل الموسيقى تهرب الملائكة. يعني قلت لهم يا جماعة الناس عم تنزل على القمر، كانوا نازلين على القمر جديد، ونحن عم نحكي الصورة حرام موسيقى. نط واحد منهم قال لي من نزل على القمر؟ قلت له الأمريكان، شفناهم على التلفزيون. قال لي بيضحكوا عليكم بروكم صور، ما حد نزل على القمر. فتصور بده يتفاهم مع واحد على فيلم الرسالة وهو يقول انه الانسان لم يصل الى القمر. فقال له اسمح لي بالسيناريو، ايه المسافة بيني وبينك مثل هون وهون والقمر. منع الفيلم بقرار من الرابطة في كل العالم الإسلامي. واجهنا صعوبة، طبعا التمويل كان على أساس التلت من الكويت، التلت من ليبيا، والتلت من المغرب. مانعت السعودية طبعا، الكويت انسحبت طبعا، المغرب الملك الحسن قال لي هذا فيلم أنا أؤمن فيه بتصوره بس بدون دعايات بصورة سرية. حقيقة واحد يقول للتاريخ جلالة الملك الحسن الثاني كان جدا منفتح ومتفهم وتعاون ودعم مصطفى دعم رائع. عندما نقول ذهبوا إلى المغرب، ذهبوا حملة مدينة سينمائية بالفنيين بالممثلين، وبنوا الديكورات وبنوا الكعبة وبنوا مكة كما كانوا يتصوروها في ذلك الحين، وابتدأ العمل. I wanted to do two versions, one in Arabic and one in English, with complete separate cast, because Arabic and English are two separate and different languages. 20 dinar. Abu Sufyan's wife. زوجي أبي سفيان. You cannot dub Arabic into English nor English into Arabic. It's very difficult for the lips movement. Muhammad is a liar. Liar? But you don't let him speak. Where's the line? Where's the truth? When it hasn't been spoken yet. Muhammad is a fraud. ردها علي إن استطعت. تصويره كان مو سهل، لأنه عم تعمل فيلم الشخصيات الأساسية ما عم بتشوفها. طبعا غياب ظهور الرسول صلى الله عليه وسلم والعشرة المبشرين بالجنة، يعني الفيلم شوية فقد هيك شوية توازنه. يعني حمزة برز كونه طبعا هو المسموح بظهوره، وبرز ظهوره أكثر من غيره. الجانب الأهم وهو حبه لعمله وحبه للإتقان وحبه للجودة في العمل. في فيلم الرسالة واحد نسيان ساعته يمكن كلفه مليون دولار حتى عاد كل اللقطة، لأنه ظهرت نسيان الساعة في إيده، لأنه الجمهور بس لفت نظره شيء ضاع عن القصة. إن كان لقطة زاوية غريبة أو صوت أو موسيقى تصويرية، لأنه هو أهم شيء بده يركز القصة فيه، بس شاف شوية شوارب محمية هيك ضاع.
As a director, he never lost his temper. I never one time saw him yell. I never one time saw him lose his cool. He always, in front of the crew, in front of the cast, he was always composed. كمخرج بيسألك حمزة صياد الأسود يصارع الحشرات قيادي ولكن ما في قمع يعني بيقول لي مثلا أنت شو رأيك بهذا المشهد كيف أنت تصوراتك له حمزة سأصيدك يا صائد الأسود هذا الشعور بأنك تفوت بالعمق هذا هو بيحبه كثير He made everybody on the crew feel they're doing this together. So again, if you're just the guy who's giving the drinks or you're the cameraman, everybody is in this making something together and he makes the crew feel everyone is important. فكل الوقت كان بالنسبة إلي هو قيصر عم يقدر يحرك ألف إنسان وأنا منهم بكثير من النبالة وبكثير من القيادية في عنده روح قيادية ما ممكن تتصورها العقلية سبحان الله في ذلك الوقت لا أعرف كيف أن السعوديين فهموا بأن هذا العمل مضر بالإسلام بدأوا يمارسوا ضغوط لإيقاف هذا العمل لأنه يسيء إلى الإسلام صورنا مدة 6 شهور وبعدين يوم ما بتجيني سيارة ملكية وبتاخذني على الملك الملك محرج أنا بنتظر هو عم يتمشى من مكان لمكان بالأخير واجهني وقال لي يجب أن نوقف تصوير الفيلم هيدي من أكبر صفقة على رأسي كانت فاتفق مع جلالة الملك أنه يعلنوا بأن الفيلم قد تم إيقاف على أن مصطفى يسرع في التصوير على الأقل يأخذ اللقطات اللي محتاجة إلى الديكورات بلغ المملكة العربية السعودية أنه هذا الكلام غير صحيح فأرسلت كمال أدهم هددوا المغرب كان مؤتمر القمة الإسلامي سيعقد في المغرب كمان الملك الحسن الثاني قال لمصطفى لا تحملني ما هو فوق طاقتي يعني الموضوع صار جدي وأنا ماني قادر يعني أحمل المغرب مقاطعة المملكة العربية السعودية أنت ما بتقدر تعرف شعور أمي هذيك الوقت راح يجيها كان جلطة لأنه مصطفى متين ما بحكي ساكت ما يفرجي لكن كان مدبوع لما كانوا عم يوقفوا له الفيلم يعني بده أعصاب متينة وكان عرف عن مصطفى أنه أعصابه متينة في الأزمة فكرنا والله في ليبيا ورحنا للعقيد واجتمعنا مع مجلس قيادة الثورة وعرضنا بعض المشاهد اللي صورناها يعني قال لي هذا الفيلم يجب أن يكمل فكان تعليق القذافي لأول وهلة السعودية تقف ضد هذا العمل لماذا؟ ثم التفت إلى مصطفى وقال له أهلا وسهلا فيك يا مصطفى في ليبيا Now came the big move, to move to the port of Tripoli. We had tons of clothes and armaments and equipments and vehicles and even horses that we have trained. Of course, Tripoli is not a city that is used to filmmaking. It doesn't have the film facilities, the sound stages, the equipment. So we have to start all over again. العمل مع الفنيين الأجانب كان فنياً نفس الشيء بالعربي أو العالمي ولكن الفرق هو الانضباط في العمل
يعني أنطوني كنت له 7:30 تحت السيارة عم تستناك، يكون 7:30 وإيرين باباس وأعظم الممثلين وأعظم التقنيين. لما عرض أول مرة فيلم الرسالة في لندن، كان أوكسفورد ستريت كله فيلم الرسالة دعاية، وجميع الأندرغراوند والمحطات كلها، فأجوا يعرضوا، عرضوا أول مرة. كان مصطفى دائما ملاحق في لندن بالقتل. في أمريكا بعض الجمعيات الإسلامية السود اللي مش تماما إسلام لكن بيعتبروا نفسهم إسلام، الحركة الحنفية بسموها أو بلاك مظلم تاع إليجا محمد وهالأشياء هيدي، فتحنا الفيلم ب 3000 صالة في أمريكا. نهار الافتتاح عم نحتفل نحن بنيويورك، ولا تليفون بيجيني من الـ FBI بيقولوا لي إنه الإسلاميين بواشنطن هاجموا 3 بنايات وخطفوا 22 رهينة. بس مصطفى بمتانة أعصابه كان يقول لي كله خير، أنا لو بدفع ملايين الدولارات دعاية للفيلم لا أستطيع أن أحقق ما حققته هذه الأعمال، لأنه كل محطات التلفزيون نقلت. بعد ما هديت هذه الضجة وعرض الفيلم، ابتدأ من كان معارضاً يؤنبه ضميره، وأنه العام ليش وقفنا نحن ضد هالفيلم. بعد فترة صار الأب يفتخر لهم ابني مخرج سينما، وبخاصة بعد عرض فيلم الرسالة. Rasala, for example, is probably the most seen film in the entire Islamic world, and it's dubbed into 30 languages, and it's seen by people who don't even read. They can't even read the Quran, but they can see Rasala.